هنالك حدود لقديش ممكن الفرد يمشي بعملية التخلص من الهويات، مع أنه هاد رابع وآخر فيديو من سلسلة كتاب عقلية الكشاف هون على ريبلز، لسه ما عرفنا بالضبط من وين جاي تسمية الكتاب. ماذا لو بحركة جوجوتسو فكرية قدرنا نستخدم آليات التماهي ضد سلبيات التماهي؟ في ثمانينات القرن الماضي، مركز مكافحة الأمراض بأمريكا أعلن بأنه فيروس الـ HIV المسبب لمرض الإيدز يمكن أن ينتقل للطفل الرضيع عبر حليب الأم المرضعة الحاملة للفيروس. بعض النساء المدافعات بشراسة عن الرضاعة الطبيعية رفضوا هالحقيقة على أساس بأنه حليب الأم طبيعي ونقي ومفيد ولا يمكن يكون خطير على الحياة أياً كانت الظروف. هلأ بأواخر التسعينات وبعد تراكم الأدلة بشكل غير قابل للنكران، المنظمات المدافعة عن الرضاعة الطبيعية تقبلوا الحقيقة وصاروا يعترفوا فيها ويذكروها للأمهات يلي بيتوجهوا لهم بحملاتهم. مع الأسف بهالأثناء كان الفيروس منتقل لكتير من الأطفال. تخيل أنه طفل معه فيروس الـ HIV بسبب التماهي الشديد مع المعتقدات. التماهي أو الهوية بتكون شي سيء لما بيكون هدفنا نقرب من الحقيقة أكتر، وكانت هذه الهوية تساهم بعرقلة مقدرتنا على فعل ذلك ومقدرتنا على رؤية أخطائنا كأفراد أو أخطاء الفئة اللي صارت هويتنا منصهرة معها. إذا أنا أتماهى بقوة مع الحزب أو الدين أو التيار أو الحركة اللي قررت بلحظة ما بشكل واعي أو غير واعي أني أنتمي لها، هالشي ممكن كتير يخليني أقل قدرة على الاستماع الحقيقي للآراء المخالفة وبصعب علي اكتشاف موضع الأخطاء بطريقة تفكيري وبالتالي تطوير تفكيري وبناء معارف جديدة. وهذا مع الأسف يلي صار بقصة فيروس الـ HIV والتعصب الشديد لأحد طرفي حروب الرضاعة يلي حكينا عنها بالحلقة الماضية. وكنا أنا كمان بالحلقة الماضية مين الكاتبة جوليا جيلف بتشوف أنه شعور الواحد بالفخر وشعوره بأنه محارب بيساهموا بجعل اعتقاد أو فكرة ما هوية Identity. طيب بس الواحد أحياناً بيكون حاسس حاله محارب بسبب إيمانه بقضية محقة. هل كلامنا بالحلقة الماضية واليوم بيعني بأنه ما لازم يدافع عنه أبداً؟ ولا يستخدم أي ليبل لوصف بعض أفكاره؟ هل يمكن أن يعيش المرء بدون هوية؟ وإذا كان الجواب لا، لكن كيف ممكن نواجه مشاكل التماهي يلي عم نحكي عنها؟ هذا اللي رح نناقشه بحلقتنا اليوم. عم اعرض الفيديو فول سكرين وكمل الفيديو للأخير لتناقشني بسؤال الحلقة، كوني كتير حابب أسمع آراءكم حياله. أنا اسمي جابر وأنت عم تحضر ريبلز، قناة تحترم أنه عندك عقل وأنك بتحب تشغله. اشترك بالقناة إذا كنت جديد هون، زر سبسكرايب تحت زر اللايك بشوي. إذا ما اشترك بالقناة ويلكم باك. بذكرك بإني متفرغ كلياً لأشتغل على هالقناة بفضل دعم نسبة صغيرة من المتابعين على منصة باتريون واليوتيوب والباي بال، مشكورين جداً. فإذا أنت كمان بتحب إني استمر بعمل هالفيديوهات وكان بإمكانك تدعم القناة، اضغط على الكارت بالزاوية من هون لتزور حساب ريبلز على باتريون وتنضم لحواراتنا الشهرية. أو إذا بتفضل الدعم هون على اليوتيوب بتلاقي زر الجوين جنب زر الاشتراك، وطبعاً نشرك للفيديو دعم مهم وبيعني لي كتير. شكراً لاهتمامك وخلينا نبلش. Hold your identity lightly. احمل هويتك بخفة أو تمسك بهويتك برفق. إذا كنت متابع جيد لريبلز تتذكر مقال منشور على الصفحة بعنوان خلص هويتك وسع مداركك، يلي كان ترجمة لمقال الكاتب باول جرام بعنوان Keep your identity small، واللي عرج على أفكار شبيهة بيلي عم نحكي عنها بهالكم حلقة. فهي الكاتبة جيلف كمان متابعة جيدة لريبلز أو يمكن لكاتب المقال الأصلي، وفعلا وقت المقال ألهمها أنه تتجنب التماهي مع أي ايديولوجي أو حركة أو مجموعة. ولكن سرعان ما ظهرت بعض المشاكل. يعني إذا أنت بتتبع نظام غذائي فيجن خضري وكنت معزوم عند أصدقائك وسألوك إذا عندك تفضيلات غذائية خاصة ورحت قلت لهم والله أنا ما بحب الليبلز بس أنا شخص ما بيأكل لحمة ولا بيض ولا مشتقات الحليب ولا، يا عمي خلصنا. من المضحك عدم استخدام الليبل بهالحالة، ومن المفيد والعملي استخدامه. غير هيك مثلا في جمعيات خيرية وحركة اجتماعية هي جيلف كانت كتير بتأمن بأهدافهم وحابة تدعمهم، فتجنب التصريح عن نفسها كجزء من هالحركة كرمال تقليص الهوية كان أكيد عم يصعب مهمتها بنشر أفكارهم. لها الأسباب توصلت بالنهاية لخلاصة أنه هنالك حدود لقديش ممكن الفرد يمشي بعملية التخلص من الهويات بالمعنى اللي عم نقصده بهالسياق، وأنه المهم هو أنه الهويات ما تحتل أفكار الفرد وقيمه. وسمت هالشي حمل الهوية بخفة ورفق، Holding the identity lightly. شو معنى حمل الهوية بخفة؟
معناه من منظور جيلف أنه بدل ما تكون فكرة أو معتقد ما مصدر فخر أساسي عند الفرد، تكون مجرد توصيف لواقع. الليبل، التسمية، ممكن تكون وصف لبعض أفكارك، لكنها ليست علماً تشهره عالياً بكل فخر على الطلعة والنازلة. تعطي مثال على هالموضوع يلي هو صديقها بن، يلي كان كتير متماهي مع الحركة النسوية بكل سلبيات التماهي يلي حكينا عنها. مع الوقت بن قرر يحمل هويته بخفة، وهلأ إذا سألته اليوم أنت فيمينست؟ بجاوبك إيه، لأنه هاد الليبل، هي التسمية، فعلاً تصف أفكاره وآراءه بدقة لا بأس بها. لكن داخلياً هو هيك من جوا، تصوره عن ذاته بالحقيقة أنه هو شخص يتفق مع معظم الأفكار المنتمية للفكر النسوي. هلأ هالفرق بين الحالتين قد يبدو كتير صغير هيك أثناء السرد والكلام عنه، لكن فعلياً هالتحول خلاه لما يدخل بنقاش بهالخصوص يكون فعلاً بعقلية ومزاج مختلفين عما سبق، بحيث يقدر يقيم الأفكار على أساس أحقيتها ومحتواها بشكل أفضل، مما أدى لأنه غير بعض من آرائه بهالخصوص. بس الأهم من هيك أنه ما بقى يحس بدافع داخلي ليقعد يعطي محاضرات مجانية للناس على تويتر بخصوص الفكر النسوي. الشخص اللي ماسك هويته برفق أكيد بيكون سعيد لما بيفوز الحزب يلي هو صوت له، بس هالشي بيكون سببه الإيمان بأنه هالحزب أفضل وأقدر على القيادة بشكل فعال ومفيد للناس، ما أنه شمتان بالحزب الآخر ودموع الليبراليين ونوبات غضب المحافظين وهالإشي اللي مشوفة دايماً على الإنترنت وكلنا منمارسها بشكل أو بآخر. يعني ما بحكي لك كم مرة أنا كنت سعيد بنتيجة مباراة كرة قدم، ما لأنه الفريق الفايز فيها هو الفريق اللي أنا بشجعه، بل لأنه الفريق الخاسر هو الفريق اللي أنا بكرهه. بس شو بدنا بالحكي، والله كأس أوروبا السنة كان غير شكل، وبالغ بدغدغة التماهي عندي، شمات بألمانيا وفرنسا وكرواتيا ومدري مين، وبالنهاية it doesn't go home وبتفوز إيطاليا، وبنفس اليوم اللي فازت فيه الأرجنتين على البرازيل. عن شو كنا عم نحكي؟ عن تماهي وحمل الهوية بخفة. حمل الهوية بخفة يعني إنه الهوية محمولة بشكل مشروط، بتكون مثلاً على شاكلة أنا فيمينست، لكن إذا الحركة النسوية صارت تبدولي لسبب ما تضر المجتمع أكثر ما تنفعه بتركها. حاول توقف الفيديو هلأ وتعيد الجملة السابقة، لكن شيل منها كلمتي الحركة النسوية واستبدلهما بشيء من معتقداتك الدينية أو السياسية أو الحركة الاجتماعية اللي بتشكل جزء من هويتك. وهلأ بسألك، هل حاسس بشيء من الصعوبة إنك تقول بملء الفم إنك رح تترك هالحزب أو هالموقف أو هالجماعة أو هالحركة إذا صارت ضارة بالمجتمع أكثر من نفعها له؟ لما بيكون صعب علي أقول هيك جملة، معناها ما زلت أنا متمسك بالهوية بشدة. حمل الهوية بخفة بيعني أنه أنا بحمل أفكاري ومعتقداتي وقيمي الخاصة بشكل مستقل عن معتقدات وقيم الجماعة أو القبيلة التي أنتمي لها، ومعترف على الأقل بيني وبين حالي بمواطن الاختلاف بين هالمجموعتين من القيم. جيلف تطرح بها السياق فكرة كتير مهضومة اسمها اختبار تيورينج الأيديولوجي، ما رح أعرضها هون مشان ما يطولوا الفيديو كتير، رح نزلها على حسابي على الإنستغرام بعد كم يوم، اعمل فولو هنيك إذا بتحب تناقشني فيها. عقلية الكشاف، مع أنه هاد رابع وآخر فيديو من سلسلة كتاب عقلية الكشاف هون على ريبلز، لسه ما عرفنا بالضبط من وين جاي تسمية الكتاب. أحد نواحي تفكيرنا كبشر هو شيء اسمه الموتيفيتد ريزنينج، تفكير مدفوع باتجاه محدد مسبقا، حكينا عنه من زمان على ريبلز، ويمكن باختصار جميل وصفه بالشكل الآتي، وعمول سكرين شوت إذا بتحب تحتفظ بهذا الوصف. عندما أريد أن تكون فكرة ما حقيقية أسأل نفسي هل بإمكاني تصديقها باحثاً عن حجة لتصديقها. عندما لا أريد لفكرة ما أن تكون حقيقة أسأل نفسي هل يجب علي أن أصدقها باحثاً عن حجة لرفضها. طبعاً لما نحن منكون تحت تأثير هالعقلية ما لنا واعيين لهالشي ومنحس بأننا عم نفكر بشكل منطقي وموضوعي، بس تحت مستوى الوعي وفقاً للكاتب جيلف نحن منكون متخذين وضعية المقاتل ونتبنى ما تطلق عليه عقلية المحارب، soldier mindset. حتى لغوياً منقول أنا دافع عن وجهة نظري وأدعم ها بالدراسات وأهاجم فكرة خصومي وأحطم ادعاءاتهم، وبالإنجليزي في لسه مصطلحات حربية أكثر بسياق دورة حياة وتفاعل الآراء والأفكار. هي العقلية وضوحاً تهدف للانتصار على الآخر لا لمعرفة الحقيقة. طيب إذا أنت هدفك معرفة الحقيقة، معناها عقلية المحارب هيدا ما بتناسبك، طب شو ممكن نحط استعارة أخرى تعبر عنك بشكل أفضل؟ جيلف بتقترح عقلية الكشاف،
لأنه المعروف أنه الكشاف بيروح بيستكشف منطقة ليرسم خريطة أفضل. فإذا أنا وإنتي عم نستكشف منطقة لحتى نخيم فيها لمدة طويلة وأنا حاطط على الخريطة تبعي بأنه مصدر المياه العذبة بالشمال الشرقي، بينما أنت حاطة على خريطتك أنه بالشمال الغربي، أنا لما بتناقش معك بخصوص اختلاف خرائطنا ما همي اتغلب عليكي وتطلع خريطتي هي الأصح، بل همي الأساسي هو معرفة الموقع الحقيقي لمصدر المياه. هدفي هو أنه خريطتي تمثل الواقع بأفضل دقة ممكنة. إذا طلعت أنا غلطان أو أنت الغلطانة أو بعد حوارنا اكتشفنا أنه نحن الاثنين غلطانين، هي كلها تفاصيل ثانوية، المهم نقدر نشرب. هلا ما أنه أنا وأنت إذا كنا نمتلك عقلية الكشاف معناها صرنا خاليين كلياً من الدوافع والرغبات. نحن نتمنى مثلاً تكون المنطقة اللي عم نستكشفها آمنة ومناسبة للتخييم، ويكون في طريق مختصر بيوصلنا بشكل أسرع لمنبع المياه وغير ذلك من هالأشياء. لكن هالأمنيات والدوافع أكيد ما أنها أقوى من دافع معرفة الواقع وامتلاك خريطة تتحلى بالدقة قدر الإمكان. خلافاً للسؤالين السابقين تبعون المحارب، الكشاف ببساطة سؤاله هو هل هذا حقيقي؟ Is it true؟ تسخير الهوية لصالحنا. حكينا كيف أنه الهوية أو التماهي ممكن يشوه نظرتنا للواقع ويساهم بإبعادنا عن الحقيقة. طيب، بس ماذا لو بحركة جوجوتسو فكرية قدرنا نستخدم آليات التماهي ضد سلبيات التماهي ونسخر الهوية لصالح الاقتراب من الحقيقة؟ هون بتدخل فكرة هوية الكشاف. فينا نعمل حركة الجوجوتسو هيدا لأنه في خصائص مهمة عن التماهي لسه ما حكينا عنه، وأهم الخصائص هو حقيقة أنه الهوية يمكن أن تجعل من العمل الشاق شيء مرضي وممتع. تخيل أنك وعدت نفسك وقررت تفيق كل يوم الصبح بكير على المنبه مباشرة بدون ما تعمل سنوز وتأجل المنبه 10 دقايق لترجع تنام لك شوي، واليوم أول يوم بالأسبوع ورن المنبه الصباحي تبعك. هلأ بالسيناريو الأول الفكرة التي تدور في ذهنك هي أنا لازم أقوم وأصحى بدون ما أعمل سنوز لأني ما لازم أخلف بوعدي لنفسي. بالسيناريو الثاني الفكرة التي تدور في ذهنك أنا لازم أقوم وأصحى لأني أنا شخص لما بيوعد بيوفي بوعده. بأي حالة من هالتنتين رح تكون متحفز أكتر تقوم من سريرك الصباح، بالسيناريو الأول أو الثاني؟ بأول سيناريو القصة قصة واجب، ما لازم أخلف بوعدي. بالتاني القصة قصة هوية والقيم يلي بتحملها، استيقاظك على الوقت صار دليل بيأكد أنك ترقى لمستوى الشخص الذي تريد أن تكونه. بتقلنا جايلوف بأنه على نفس المنوال لما بتكون الوحدة فخورة بأنها تتبنى عقلية الكشاف بيصير أسهل عليها تغير رأيها وتعترف بأنها كانت مخطئة بخصوص فكرة معينة، لأنه فينا بهيك حالة تقول بينه وبين حالة أنا من الناس يلي ما بيختلقوا أعذار لأنفسهم، وبغير رأيي لما بتعرف على دليل جديد وبفهم حجج مقنعة بشكل أفضل. ولما بتكون عم تقول لحالة هيك تحس بشيء من الفخر والرضا عن الذات، مثل ما بصير معك لما بتكون رايح مبارح على النادي ومتمرن بكل عزيمة واليوم حاسس التعضيل عم يأكل بجسمك أكل. هالنوع من الألم بالعضلات ما بس بيكون مزعج، بل بيكون كمان مصدر متعة، لا بل مصدر فخر. هالإحساس اللي خارج السياق ممكن يكون كتير غليظ، هو بهالسياق مؤشر لأنك شخص رياضي وعم تعمل شيء صحي لجسمك. طبعاً إذا كان تمرين رجلين فرغم الفخر المذكور بيكون في إزعاج وإزعاج كتير كمان، يعني بتكون فخور بأنه مانك صاحب الشيكن ليجز يلي بيعمل سكيب للليج داي، بس بنفس الوقت كرهان كتير حقيقة أنه نزلي على الدرج صارت أصعب من طلعة على إيفرست. نفس الشيء لما بتكون حامل هوية الكشاف جواتك وكنت بموقف أدركت فيه بأنك لازم تغير رأيك أو أنه الشخص يلي مختلف معه بالحوار طلع هو المحق. هلا ما أنه القصة بتصير سهلة على الآخر، أكيد لا، لسه الموقف قد يكون إله لسعة خفيفة، بس لأنك كشاف هاللسعة مثل آلام التعضيل بعد التمرين بتصير تمر ضمن إطار مختلف، بتصير عبارة عن تفكير بحقيقة أنك ترتقي للشخص الساعد الحقيقة الذي تريد أن تكونه وأنك عم تصير أقوى ذهنياً. وهذا التقطير هو يلي بيخلي هالتجربة ممتعة لأنه إشارة بأنك أحرزت تقدم جديد. سؤال الحلقة، أثر المحيط على الهوية. ومن الأشياء يلي ممكن ساعدنا بهالموضوع هو الناس حوالينا، سواء بالفضاء الإلكتروني أو الفيزيائي. محيطك وزملائك بالعمل وأصدقائك طبعاً ممكن يلعبوا دور كبير بهويتك بشكل عام وبهويتك كسكاوت ككشاف بشكل خاص.
وما بخفيك بأنه واحد من أهدافي بعمل هالقناة بشكل عام وحساب ريبلز على باتريون بشكل خاص هو خلق محيط مكون من أناس يسعون لتحييد انحيازاتهم قدر الإمكان ومهتمين بطريقة التفكير العقلانية والعلمية والساعية للحقيقة. وشكراً لكل حدا منكم مساهم بخلق هالمحيط، وأنا بعتبر حالي كتير محظوظ بهالخصوص. والكاتبة حابة تسميها عقلية الكشاف، نحن صار لنا أكثر من 5 سنين هون على ريبلز بنسميها ريبلة، بس يلا ما بنختلف على التسمية. الموضوع يلي بحب تناقشوني فيه بالتعليقات هو الآتي، حابين نقاش مع أصدقائك، هل بحطوك بموقع الخاسر إذا غيرت رأيك بشي معين؟ هل بيعيروك بأنك شخص متقلب الأفكار في حال صار هيك شي؟ أم أنه بالعكس بتحس بشيء من التشجيع والمكافأة لما بتعدل على آرائك أو بتطورها أو بتغيرها؟ سؤال تاني، بعلاقتك مع المجموعة أو الكوميونيتي بمحيطك، سواء أصدقائك أم زملاء بالدراسة أو ببيئة العمل أو بالعمل التطوعي والنشاط والأكتيفزم، هل بتحس بأنه هنالك جهد حقيقي من هالمجموعة لمكافأة الأفراد الذين يسعون لجعل المجموعة أكثر دقة وتتبنى خريطة أقرب للواقع؟ أم بأن المكافأة بتكون للناس اللي دائماً بيقولوا حاضر وبيمارسوا التصفيق الأعمى للجماعة كيفما تحركت؟ هل هنالك تخوف عندك من أنه التعبير عن رأي مخالف لتوجه المجموعة قد يقابل بشيء من الكره أو الاستبعاد أو التأنيب؟ طيب هل تسعى بشكل واعي لتكوين جماعة من هذا النوع الكشاف أثناء اختيارك لأصدقائك وعلاقاتك والناس اللي بتحب تحيط نفسك فيهم؟ معرف الأسئلة ما كلها نظرية وما أنا سهلة، لكن بعتقد بتتفق معي بأنها تستاهل نفكر ونتناقش فيها شوي. وانت عم تكتب تعليقك خليني بس وضح نقطة أخيرة ولحتى نكون واضحين، يعني السذاجة هي لما الواحد يسهل إقناعه باللغة المنمقة أو الخطابة أو الحماس أو الانفعال أو بالتباكي والمشاعر الجياشة أو بالترهيب والتخويف. أكيد ما بدك تكون شخص سهل كلمة تاخده وكلمة تجيبه بهذا الشكل. ليش؟ لأنه هي أسباب غير عقلانية وسيئة جداً لحتى تغير رأيك بأي شيء. بس ما بتحب تكون أسرع واحد بغير رأيه لما بيسمع حجة جيدة وتقدم تفسيرات أفضل من الحجة اللي كان مقتنع بها مسبقاً؟ شكراً لوقتك ومتابعتك، والشكر الأكبر كالعادة للداعمين على باتريون واليوتيوب والبايبال. إذا بتحب تنضم إلنا وتساهم بجعلنا مجموعة تسعى للحقيقة بشكل أفضل، اضغط على هالمربع بنص الشاشة لنكسبك معنا بحواراتنا الشهرية، وتأكد أنك مشترك بالقناة ومفعل جرس التنبيهات لحتى أشوفك بالحلقة الجاي. سلام.